عبدالله على السلامة. وحشتني. انت كمان. خير يا جماعة، وانتوا ساكتين ليه؟ تنينك تتكلم. قول لي يا رحيم اتكلم في ايه وانا هتكلم على طول. حلمي قال لي على كل حاجة، مستنيك انت تحكي لي. قلت له على موضوع شرم يا اخي. في ايه؟ انا ما اقدرش اخبي حاجة على رحيم، ما انت عارف. ايوه. طب ما امال في ايه؟ طب يا رحيم قول كده من الاول، قلقتني. لا مفيش حاجة، انا بس كنت بتأكد اللي بتقولي ده كان صح. هتحبوا تحكوا لي؟ تعالي، بس مش ده اللي انا كنت عايزك فيه. خلينا في المهم. رحيم ما تخليش اي حاجه تعطلك، قول له انت بس عن فين. خير يا رحيم؟ هنرجع نشتغل. نشتغل ايه؟ شغلنا. رجع المركب. انا مش عارفه دي. سهلة، ازاي مش عارفة؟ ثلاثة في أربعة كام؟ سبعة؟ ازاي بس؟ ثلاثة في أربعة مش ثلاثة زائد أربعة. 12. اللي بعده. ثلاثة في خمسة؟ ثمانية. ازاي يا رامي؟ 16. يا سهير لسه ما رجعتش؟ لا لسه. اديني بسرعة في قلب التمام. وانت عايز تقوم على انزل كده بسرعة. هترجع تاني. يلا بس يا رنين. تاني يا رنين. رنين. مش كفايه بتسيبوها ترجع من المدرسه بقى ومفيش اكل في البيت، وكمان عايز تقومها من على مذاكرتها عشان مزاجك؟ ايه المشكله؟ ما هي كل يوم بتتصرف وبتعمل اكل لنفسها. تتصرف ازاي يعني؟ دي لسه عيله. طب افرض في يوم هي قاعده لوحدها في البيت ونسيت الغاز مفتوح، دي ممكن تموت. قولي الكلام ده لما انا ماليش دعوه. هتفضل طول عمرك كده مالكش دعوه؟ خلف وترمي مش مهم، خلي امها تربيها او ما تربيهاش. بص يا داليا، اخر حاجه عايزها لحد انا بقى، عشان انا ما لومتكش على نفسك. انت طول عمرك مخليني حاسه ان انا يتيم مع انك عايش. عارف يا بابا، أنا عمري ما حسيت. عارف يعني إيه بنت تحس إن ملهاش ظهر؟ عارف يعني إيه أحس طول عمري إن أنا خايفة؟ أنا عارف. هتسند عليك؟ ليه لازم ألومك؟ لما أنا وحش قوي. مفتيش أوقعك ليه؟ مش بقولك يا عمنا، هنا أربعة شاي في 50، زود فيهم واحد سكر. سيد مزود الرجالة أوي اللي بخلصوا المركب. طب مزود الرجالة يبقى الإيه؟ تسلم. أحسن وقت تضرب فيه حد. ايوه بس احنا سيطر على البلاد. جاهز خط. خطة يا رحيم؟ من ولا 100 واحد عشان نعرف ندخل من الباب ده. مين قال لك ان احنا هندخل من الباب؟
اتأخرت بتروحك مكانك يا غالي. عليك شو يا رحيم؟ ليش شوية كده لقيت عم حلمي جاي ومع هشام ومعهم وجابوهم منين دول؟ الفلوس الرمة ابن المبقعة كتير قوي 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 وعادي يقول لأبو وردة. تعرفي الراجل ده يا بسمة؟ بس ايه؟ ورد ده كشف نفسه وجاب ورا. طبنا نمشي على طول. شكله راجل خطر قوي. عرفها ابو ورده منين يا بنت؟ مبروك يا رحيم بيه، مبروك على سيد حياته وراحت بينه. بتقول كده ليه يا رحيم؟ كان المال مالك؟ عمرك حقاني يا موسى. كده عود القصر والمركب تمام. امال؟ يلا بينا عشان نلحق الشهر العقاري. تعيد ليه؟ مين اللي هيدفع مصاريف التسجيل؟ قوم يا ابا يلا. ما تقوم. حاضر يا حبيبي. ربنا ياخدك يا شاب. ربنا ياخدك. ما بيجريش من وراك الا المصايب ووجع القلب. اخو وطبعا حلمي.